الحقيقة وأنا واقف دلوقتي أتذكر أن الله أضاف لعم يحيى عمرا طويلا، تقريبا 20 سنة بعد أن مر بوعكة صحية وكان في الإسكندرية عام 2004. وقد اتصل بي أحد الأباء الكهنة وقال لي عم يحيى مريض في العناية وأمامه ساعات، لكن أعطاه الله 20 عاما بعد هذا التاريخ ليتمتع به أولاده. ونرى كيف تعامل هذا الرجل في ظل الظروف الصحية الجديدة، لم يتخلى عن مبادئه ولا عن خدمته ولا عن ابتسامته، وكان هادئا فرحا في كل أموره.